تقول: عندي طفل مريض أعالجه في ألمانيا، وفي هذه المدة كنت أقصر الصلاة، وهناك الوقت بين المغرب والعشاء قرابة ساعتين، والشفق الأحمر لا يظهر عندهم، فهل علي أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ صل الصلاة لوقتها في أي مكان، صل الصلاة لوقتها في كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت مقيم لست مسافرا حتى تجمع جمع كل المسافر كل المريض، أنت لست مسافرا ولا مريضا، صل كل صلاة في وقتها.